عطور نسائيه وتصلح للجنسين. اول شيء نبديها بانجل شير، عطر تحفه، فتشي روعه، مناسب للجنسين نسائي رجالي لكن شتوي، مناسب اجواء الشتاء، وتستخدم بالليل عادي اذا الجو بارد. والساتان مود من فرانسيس كاترجان، ان شاء الله انطقت اسمه صحيح. العطر فتشي ثابت، فواح، ريحه ورد وفانيلا وتوابل شرقيه وعود غير مزعج، كلش حلو. بقرات روج الاسطوره، المعرف لا يعرف، اكسر دي بيرفيوم، العطر ثابت وفواح، ريحه شكر، على ريحه لوز مور، على ريحه لانينجي، ريحه شعر بنات او غزل البنات. العطر فتشي مو طبيعي، مو طبيعي هذا العطر. هذا طبعا للجنسين، هذا العطر صنعان للرجال جورو مانتينز، لكن ريحته حلوه، ريحه باودريه، ريحه باودر، ريحه ايرس، كلش حلو. النسوان استخدموه، وهذني طبعا هذا يناسب كل الاوقات، هذني شتويه او مناسب اجواء البارده، بس تقدرين تستخدميه بالليل ايضا، وايضا تقدر تستخدمه بالليل. العطر الخامس ارماف كلاب دنوي سيلاج، اللي بديل كريدا فنتوس، اللي سعره 245 باوند، ما يقارب 350 دولار. احلى من عنده، ثابت وفواح، وريحه صناعيه حلوه، ريحه ازهار اللون الوردي، وريحه المسك كلش حلو. العطر يسوال هذا والله. وهذا العطر اللي اليوم جبته الجديد، اللي شبيه ايماجينيشن، اللي سعره 235 باوند، نفس الريحه بس اقل، عنده ثبات وفواحان، نفس الاداء، ودو بارفوم 100 مل 25 باوند، يعني فرق 210 باوند، تقريبا 300 دولار. ما تشترون هذا العطر، اشتروا هذا العطر. وانصحكم بالعطور النيش تشتروها المناسبة للشتاء، ما تشترون شيء مناسب للصيف غالي، لان حرامات هسه هذا العطر من شركة ديور غالي صيفي، بس حرامات ارش من عند 30 رشة وبعدين اطلع بالشمس العطر يروح يختفي، لانه الشمس تقتل العطر. فدائما اشتري عطر رخيصه 25 باوند 26 باوند للصيف. اما اجواء البارده انصحك تستثمر بعطور غاليه مثل هذني، لانه بينتدرج نوتات حلوه بالشتاء ويفواحها اكثر، وماكو شمس بالشتاء، فهذني مناسبه. وعندنا هذا من شركه فرنسيه، هذا اسمه سيلي ودي بارفوم، العطر قوي طبعا، انا ما حبيته بس نسائي ويصلح رجالي. العطر الثاني من فرانسيس كوركوديجان، من نفس هاي الدار. هذا العطر حلو، ريحة نسائية ثابتة فواحة، ريحة ورد نقية، هو اسمه ألافوز، يعني في الورد أو الورد هيش اسم، وكأنما قاعد بحديقة ورد، ومناسب طبعا انستطارت من العطور. هذا العطر استطارني كلش قوي، اللي شبيه هذا ريحة مسك وصابون كلش حلو. هذا استخدمه بالليل حلو، وهذا ايضا حلو بعد الشاور فريش وكلين، اشوفه نسائي، هذا اكثر من الرجال، بس كاتبين الرجال نسائي، وهذا كاتبين رجالي لكن ايضا اشوفه نسائي، وما سويت عليهم مراجعة، ما مهتم به، انا احب هذني العطر من هاي الدار. ولا تنسين تتابعينا، هتفيد شوية فيديوهات. شكرا لحسن الاستماع.